طيبة مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في آخر تحيين للوضع الوبائي، سجلت تونس 190 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك إلى حدود 27 من جويلية، إضافة إلى تسجيل 3676 إصابة جديدة بالفيروس، بينما تم تسجيل 7810 حالة شفاء وفق آخر بلاغ لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي في البلاد. وقد سجلت ولاية مدنين 14 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 840 حالة، والتي تعتبر في ارتفاع متواصل هذه الفترة، خاصة مع تزايد الضغط على الأقسام الاستشفائية بالقطاعين العام والخاص. بينما سجلت ولاية سليان أمس 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب 122 إصابة جديدة. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر مساء أمس أمرا رئاسيا يقضي بأحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد-19، يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية. وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أن قاعة العمليات ستضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة، مع إمكانية الاستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة. ووفق البلاغ، تتمثل مهام قاعة العمليات في متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن جائحة كوفيد-19، متابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة، متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، التنسيق مع مختلف الهيكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها، تقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات. وستتولى قيادة قاعة العمليات لإدارة جائحة كوفيد-19، ورفعت تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها. ووفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة، فاق عدد الوفيات جراء هذا الفيروس 19,000 وفاة، مع تسجيل تراجع في عدد الإصابات ونسب التحاليل الإيجابية اليومية وتسارع في عمليات التطعيم التي انطلقت منذ مارس الماضي. 6 وفيات بفيروس كورونا سجلتها ولاية صفاقس في 27 من شهر جويلية الجاري، وهو رقم منخفض مقارنة بالأيام السابقة بحسب خبراء الصحة. سجلت ولاية صفاقس 6 حالات وفاة بفيروس كورونا بتاريخ 27 من جويلية الجاري، بعد أن سجلت على مدى اليومين السابقين 13 حالة وفاة، ونسبة تحاليل إيجابية قدرت ب 27.72%. احنا في 500 إصابة على كل 100 ألف ساكن، مش نسجلوا حالات وفيات للأسف والله يرحمهم، لكن هنا نحب نشير زوز نقاط مهمين. أول حاجة أنه حالات الوفيات قاعدة تصير في وسط المؤسسات الصحية بعد التكفل الجيد، وهنا مشكورين فرق صحية قاعدة تقوم مجهود كبير لتكفل بالحالات هذوما، لكن درجة الإصابة والا بعض في حالات اخرى زاد انه الاشخاص هذوما يكون عندهم امراض اخرى وتصير تعقيدات. والمشير الاخرى هو انه التو دو مورتاليتي والتو دي ليتاليتي الموجودين في الشخص من اقل مستوياتها على المستوى الوطني. ديجا كنشوفوا احنا البورسنتاج نتاع عدد المقيمين بالمؤسسات الصحيه والبورسنتاج نتاع ليتاليتي والمورتاليتي، احنا نقولوا نسبه الوفيات ونسبه الفتك نقاوهم على المستوى الوطني منخفض في صفاقس. في نفس الإطار، تتواصل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في مختلف مراكز التطعيم بكامل ولاية صفاقس. نسبة كبيرة من المواطنين قاعدين يقبلوا على تسجيل منظومة فاكس في جهة صفاقس. هنا وصلنا قرابة 400,000 مسجل. كيف قاعدين نرفعوا في عدد المراكز، وإحنا وصلنا تو 8 مراكز، وقاعدين عندنا برنامج كامل فتح عدة مراكز أخرين بالتنسيق مع وزارة الصحة. هذا سمح لنا أنه نوصلوا لأرقام محترمة في عدد المتمتعين بالتلقيح، جوزنا 300,000،
وتجاوزنا نسبة التغطية بتلقيح أو اثنين 40%. وتعيش معتمديات صفاقس الكبرى على واقع حجر صحي موجه تراعى فيه متطلبات البروتوكول الصحي بعد أن بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا 500 إصابة على كل 100,000 ساكن. معاضدة للمجهود الوطني لمجابهة فيروس كورونا، أرسلت الإدارة العامة للساحة العسكرية فريقا طبيا وشبه طبي إلى المساحات العسكرية متعددة الاختصاصات بتطاوين لمواصلة تطعيم الأهالي بالجرعة الثانية للقاح. بفضاء المساحة العسكرية متعددة الاختصاصات وفي معتمديات البر الأحمر والسمار والذهبة انطلقت عملية التلقيح مجددا في الجرعة الثانية التي تؤمنها الإدارة العامة للساحة العسكرية لفائدة ولاية تطاوين. عن فريق يتلهى من الأول بالفرز وبالانتقاء الأشخاص اللي مش يلقحوا الجرعة الثانية، لهنا المساحة القارة تعمل في الجرعة الثانية للناس اللي لقحوا في المساحة القارة. عندنا فريق خرج للمراكز الصحة الأساسية يلقح للمواطنين اللي تابعي اللي أقرب للنقطة في المراكز الأساسية متاعهم. من تلقى الجرعة الأولى أقبل مجددا على فضاء المساحة العسكرية متعددة الاختصاصات وبمختلف المراكز بتلك المعتمديات على تلقي الجرعة الثانية، إيمانا بأن سبيل الخلاص والتوقي من فيروس كورونا لا يكون إلا بعملية التلقيح. الحملة العسكرية غريب يدخلوا علينا في ديارنا، غريب يطبلوا علينا في ديارنا يا ناس لقحوا. ما ثماش أخي ديار كان تلقيح، حتى التلقيح ضروري كذا تمناها نشوف الوباء هذايا ما عاد عندنا حتى حل، كان لقحوا كو. فما حتى خيار للتلقيح، والعلم متقدم والطب متقدم والناس كل لقحت، ووسائل الإعلام توريك في وزرة ورؤساء وأطباء لقحوا، ما لازم نلقحوا، ما ثماش خيرها. 10,500 شخص تم تلقيحهم في هذه المرحلة، ويبقى الهدف المنشود بلوغ 20,000 جرعة في استئناف مجددا لعملية التلقيح بعد استكمال الجرعة الثانية قريبا في مختلف مناطق ولاية تطاوين من قبل الوحدات الصحية العسكرية. وفي جابس تتواصل حملة التلقيح في ظل وضع وبائي يصف المختصون بالخطيرة، خاصة في ظل مواصلة تسجيل أعداد هامة من الإصابات، وأيضا في إطار نقص حاد على مستوى الأكسجين. لا يزال الوضع الوبائي لفيروس كورونا بجهة جابس دقيقا ويدعو إلى القلق. ولاية جابس تسجل يوميا عددا متزايدا من الإصابات بفيروس كورونا، مما تسبب في ضغط كبير على أقسام كوفيد 19 وعلى مادة الأكسجين. بالنسبة لمستشفياتنا اللي ما تنجمش تقاوم الضغط هذا الكبير إلا ما ندعمها، باش ندعمها. بالنسبة للأكسجين نصور أن بالنسبة للمستشفى الجنوبي بجابس من الضروري ندعموه بمولد للأكسجين. العدد متاع السكان كبير، بالتالي العدد متاع المرضى كبير، يكان ما يكونش فما خزان متاع أكسجين أراه بالدباز معناتها بالبيوتي أكسجين ما نجموش نجاوزوا الأزمة. الهياكل الصحية بجابس تعمل على تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة بالمناطق الموبوءة ومن بينها منطقة جابس الكبرى. عارفين حاليا الحل الوحيد باش نحمي أرواحنا ونحمي المجتمع هو التلقيح. ونلاحظوا في جابس ثم أقبال موجود، لحد الآن وصلنا عملنا 63,000 جرعة، منهم 26,000 خذوا الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وهذا تقريبا يقابل 70% من المسجلين في ولاية جابس. هلا من هنا لنهار الثاني باش ننطلقوا في التلقيح على مستوى مراكز الصحة الأساسية، في معظم مراكز الصحة الأساسية الموجودين في وسط جابس الكبرى مش يكونوا موجودين للتلقيح. في ولاية جابس يعاني القطاع الصحي من إشكاليات عديدة، إشكاليات زاد في تعقيدها انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع. وفي ما يتعلق بملف الحرائق، وبعد أن تمت السيطرة نهائيا على حريق غابات فج حسين والملة بولاية جندوبة رغم صعوبة التضاريس بالمنطقة الجبلية، تواصل مصالح الحماية المدنية والغابات والأطراف المتداخلة لليوم السادس على التوالي في ولاية الكاف جهودها للسيطرة على آخر مساحة مشتعلة بجبل تكرونة في معتمدية ساقية سيدي يوسف الحدودية. بعد 3 أيام من الحرائق المندلعة في غابات فج حسين والملة التابعة لمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، تمت السيطرة نهائيا على ألسنة اللهب التي أتت على الأخضر واليابس،
وفي سياق متصل أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة أنه تم تسجيل خسائر مادية طالت عددا من المساكن والممتلكات الفلاحية وأدت إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام. عدد 12 منزل، عدد 2 منازل احتراق كلي، وعدد 10 منازل احتراق جزئي، إضافة إلى بعض الخسائر في الأغنام اللي تم تسجيلها ليوم أمس. وبالنسبة للحريق هذا أتى على ما يقارب إلى حد هذه اللحظة أكثر من 1500 هكتار غطاء نباتي خسرناه بدرجة كبيرة جدا، ولكن الحمد لله أنه ما سجلناش خسائر بشرية. وفي ولاية الكاف تواصل مصالح الحماية المدنية والغابات والأطراف المتدخلة لليوم السادس على التوالي جهودها للسيطرة على آخر مساحة ما زالت مشتعلة من الحريق الهائل الذي اندلع بجبل تكرون المعروف بصعوبة تضاريسه في معتمدية سقية سيدي يوسف الحدودية واتساع رقعة النيران جراء عدة عوامل مناخية، حسب تأكيد فاق بن مالك رئيس دائرة الغابات. كما ذكرت ظروف المناخية الصعبة كارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التضاريس وكذلك ارتفاع سرعة الرياح خاصة خلال فترة الحرائق، معناتها ساهمت في انتشار الحريق في عدة جيوب مما أدى إلى اتساع رقعة الحريق. حاليا تقدر المساحة المحروقة في حدود 1000 هكتار. ومن جهته أكد سالم اليوسي المدير الجهوي للحماية المدنية بالكاف أنه بفضل تضافر كل الجهود والتعزيزات اللوجستية من جميع الولايات والدعم العسكري يتوقع أن تتم السيطرة نهائيا على هذا الحريق. ثم بوادر انفراج والحمد لله بعد الاستعانة بطائرات مروحية بالجيش الوطني، وبعد الاستعانة بتعزيزات من جميع الولايات من الحماية المدنية وكذلك من الغابات. وصلنا توا نسبة متقدمة جدا وباهية برشا في إخماد الحريق، وخاصة في الجبهة اللي متجهة نحو جبال الطويرف وهي كذلك غابات صنوبر حلبي وغابات شائكة ومتميز بصعوبة التضاريس نتاعها. وفي إطار حماية الأرواح البشرية وفي عملية استباقية أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بالكاف أنه تم إجلاء 20 عائلة إلى أماكن آمنة خشية امتداد ألسنة اللهب إلى المنازل، وبعد تأمين المنطقة بتركيز شاحنات الأطفاء تمت إعادة العائلات إلى منازلها مع تسجيل بعض الأضرار المادية التي طالت عددا من الأكواخ وعددا من المزارع وبيوت النحل حسب تأكيده. وطبعا لمزيد من المعطيات بهذا الخصوص ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف السيد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية. سيد معز بداية مرحبا بكم، لو تحدثنا عن حجم الأضرار المسجلة إلى حد الآن. مرحبا، بالفعل هي موجة من الحرائق اللي كما كنا نستمعوا طالت عدد من الغابات ببعض الولايات الشمال الغربي وبنزرت والقيروان. كانت متفاوتة هي الحرائق هذه في حجمها وأهميتها، وأمكن بفضل تضافر الجهود، واليوم نجم نقولوا بعد جهود مضنية وبتضافر جهود الوحدات الميدانية وبدعم جوي عسكري ساعدنا كذلك في عملية الإطفاء الجوي، ما كان اليوم من السيطرة على مختلف الحرائق اللي شهدتها جبل تكرونة في معتمدية سيدي يوسف بالكيف، حيث تو حاليا تم السيطرة نهائيا على الحريق هذا، ومع ابقاء جميع الامكانيات في حراسة وقائية. كذلك على مستوى ولاية جندوبة عندنا مشكل الغابة ابو عديلة في فجع حسين معتمدية غازي ماء، وانما الباح فتحت بعض الوجهات الاخرى كما تو جبل الحيرش اللي اندلع البارح مع الساعة 2:07 وتم اخماده، وفي حوالي 40 هكتار. كذلك عندنا حاليا عندنا مثال على مستوى الواجهه جبل ديس في معتمدية سرنانه اللي مازالت عمليه الاطفاء متواصله فيه، في حين في بالنسبه لغابه بعضيله بفج حسين معتمدية غار دماء تم يعني سيطر عليه نهائيا مع ابقاء جميع الوسائل في حراسه. عندنا كيف بدا حريق اخر في الباحه في غابه الرمال بجهه دمنة من معتمدية منزل الجميل، هذه حريق اندلع البارح مع الساعة 3 بعد الظهر الا 5 دقائق، والحمد لله تم السيطرة عليه واخماده نهائيا. بالنسبة للخسائر كما قلنا نعم، هذا يعني سيد معز هذا بخصوص تدخلاتكم الميدانية، وفيما يتعلق بحجم الأضرار المسجلة حتى اللحظة.
هي الأضرار ما تتفاوت كما قلنا من حريق إلى آخر. نعم. بالنسبة للحريق اللي في كما قلنا اللي شهدتها ولاية غابات ولاية جندوبة كما غابة بوعديلة فيها حوالي حسب المعطيات الأولية أكثر من 1500 هكتار مع 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 فما خسائر على مستوى المنازل كما قلنا عندنا 10 منازل فيها احتراق جزئي وجزء منازل احتراق كلي وما مع نفوق بعض ما نفوق الحيوانات كيف كيف جبل الحير سري ما تندج جندوبة الشمالية وهي واجهة أخرى ما اللي واجهناها في الحرائق هذه فيها حوالي 40 هكتار. بالنسبة للكيف جبل تكرونا فيها أكثر من 1000 هكتار حسب المعطيات الأولية مع خسائر على مستوى مع خسائر على مستوى بعض الحيوانات والنفوق والمواشي وغيره. بالنسبة لبنزرت عنا بنزرت أكثر من 30 هكتار وهذه حسب ما حسب المعطيات الأولية مع انه تاكيد على انه الحمد لله لم نسجل خسائر بشريه والحمد لله. نعم باعتبار ديما ان اعطينا اولويه ديما في حمايه المتساكنين. نعم السيد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية نشكرك على تدخلك معنا. ككل سنة يتجدد إشكال نقص المياه بعدد من الولايات وفي الروبورتاج التالي نسلط الضوء على المعاناة التي يتكبدها أهالي ولاية القيروان وتحديدا بمنطقة العمرانية من انقطاع الماء الصالح للشرب خاصة في أوقات الثروة. ضعف شديد في تدفق مياه الشرب تعاني منه عديد الأحياء وسط مدينة القيروان خلال فصل الصيف وخاصة سكان الطوابق العلوية الذين ذاقوا ذرعا من تواصل الإشكال منذ سنوات. أنا نسكن في علي معنا الثاني في النهار مع بعد ماضي ساعة معنا فماش قص طول ديركت فماش فما حتى قطرة زاد فهمني ما يرجع إلا بعد نصف الليل هذه في المدينة راه. أما بالنسبة طول البلاد احنا بلاد الماء القيروان فماش ماء الناس حتى الشربان ما فماش ما يشربوش فما نقص كبير. كيما مرتي نعبوا الماء نعبيه في الليل نعبوا بنحجكه بنادم ولا بيبس نعبوه تاع كبار باش الصباح تلقى باش تصل معه ولا باش تسيق بها الدار سينو فات 8:30 التسعة ما تلقى حتى قطره ماء راسك تشوف العمارات القعفوز ولا في قروان كلها هذه تو قروان اكثر بلاصه فيها ماء سنات اللي عندنا بشكل يا ربي لك الحمد علاش في قروان ديما ما فماش هذه شيء وقف المخ معانيات كبيره يا اخي ما نعرفش الدوله نتاعنا اش بها مش نعرف فما السلطات الجهويه الموجوده في القروان لا لفتت نظر من المدير نتاع السوناد ولا لفتت نظر من سيد الوالي. المدير الجهوي للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بالقيروان بين أن هناك تحسن في تدفق المياه هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية كما بيّن أن هناك مشاريع تنجز لأجل تحسين الخدمات والاستجابة لطلبات الحرفاء. سنة استثنائية خاصة من ناحية ارتفاع درجة الحرارة بصفة استثنائية الطلب على الماء رغم ذلك نسجلوا كونه معناتها عملية التوزيع وعملية التزود معناتها شهدت تحسن كبير بالمقارنة مع السنوات الفارطة وهذا معناتها نسجلوه حسب التشكيات وما لاحظوه متاع العين المكان. في ظل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على المياه في فصل الصيف يبدو إيجاد حل جذري لنقص المياه ضرورة ملحة تفرضها حاجة المواطنين. وفي موضوع آخر تعرف ولاية القصرين وفرة في إنتاج طماطم الفصلية مما يجعل الاستثمار في مشاريع تهتم بتحويل الطماطم أمرا مستحسنا في الجهة ويلقى دعما هاما. تعتبر ولاية القصرين من الولايات الرائدة في إنتاج الطماطم الفصلية والآخر فصلية منتوج رغم أهميته معرض للإتلاف في ظل غياب مسالك التوزيع ووحدات للتحويل ما جعل تعاونية الخدمات الفلاحية بمنطقة الشرايع تفكر في تثمين هذا المنتوج وفي إيجاد سبل للحفاظ عليه وتطويره من خلال التوجه لتجفيف الطماطم. المشروع نتاعنا يتمثل في تجفيف الطماطم بويسك منطقة الشرايع هي
تعد ثالثة وطنيا في إنتاج الطماطم، يعني ثم وفرة كبيرة في الإنتاج. احنا خممنا أنه كل عام يصير إتلاف لبعض المنتوجات ولا حاجة، خممنا أننا نحاول أن نحن نخدم على اللاكس متاع تثمين المنتوج، ونخدم كذلك على إدماج اليد العاملة. البروديكسيون اللي هي تبذر في بلاصة ما أنها تتلوح، احنا حاولنا أن نحن نلقوا لها سياسة أخرى. أول تجربة من نوعها تقريبا في ولاية القصرين، خاصة بالمعدات هذه، ثم التقليدي، أما بالمعدات هذه هي أول تجربة. وفي إطار برنامج تونيزيا جوبز، تحصلت التعاونية الفلاحية على هبة تقدر ب 375 ألف دينار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإحداث أول مشروع بالوسط الغربي لتجفيف الطماطم. نصدروها في اتجاه إيطاليا تقريبا، لأنه الفورنيسير تو اللي نتعامل معاه هو تونسي يصدر فيها الإيطالي، في انتظار افاق جديده ان شاء الله. مدعم من عن طريق الولايه، انهم هما اتاحوا المعمل اللي هو على ملك المجلس الجهوي، دونك ولا تو تحت تصرف البلديه اللي هو بالشراكه باش تستغلوا الشركه التعاونيه. توفير المعدات الاساسيه، تم كذلك تكوين مجموعه من الفلاحه والفلاحات في تجفيف الطماطم، كذلك بعد ما تمت مرافقتهم في المراحل الاولى في كيفيه الاعداد نبته الطماطم والجمع والفرز والتجفيف. مشروع سيوفر المئات من مواطن الشغل لنساء وشباب عمادة أشرايا، كما سيمثل مسلكا هاما لأكثر من 1800 فلاح بهذه المنطقة لترويج منتجاتهم الفلاحية، خاصة أن أشرايا تتميز بإنتاجها المتميز من الطماطم والبطاطا والمشماش والخوخ والتفاح. وفي الختام أشكر حسن متابعتكم مشاهدينا، في أمان الله.